شفيق الله سبحانه وتعالى، هذا إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات الطبية بالمملكة ولله الحمد. إحنا نجح فريق طبي في المستشفى في القسم بقيادة الدكتور فراس الماجد في إجراء هذه العملية، والتي تعتبر في المنطقة الشرقية الأولى، وفي المملكة تعتبر الثانية على حسب علمنا. أجريت للعملية لمريضة من خلال جرح صغير في منطقة الإبط الأيسر، ومن خلال هالجرح هذا وصل الجراحين بمساعدة الروبوت إلى الفص الأيسر للغدة الدرقية، وأجريت العملية للمريضة الأسبوع الماضي يوم الخميس، وخرجت ولله الحمد بصحة وعافية اليوم اللي بعده. أنا كما ذكرت في إجابتي السابقة أن استخدام الروبوت في هذه العملية كان يهدف بشكل أساسي إلى تجنيب المريضة عمل الجرح في منطقة الرقبة، وهي يمكن تكون إشكالية يعاني منها كثير من المرضى اللي تم عمل يعني. وش مشكلة الجرح أنه يكون في الرقبة دكتور؟ مكشوف وظاهر للكل يعني، فبعض المرضى يعني يشكل لهم آثار سلبية